أوكي. مساكم الله بالخير مشاهدينا في حلقة جديدة من فقرة الليبراليات. اليوم ضيفي محمد الهارون. يعطيك الصحة والعافية. شلونك؟ الحمد لله بخير. شو أخباركم؟ شو أخبارك؟ الحمد لله بصحة وعافية. شو أخباركم؟ والله الحمد لله. حسنا إن شاء الله. بداية محمد الهارون، أنت من يعني مثل ما يقولون عندك أنت مثل ما يقولون إنزين ما عندك أنت مثل ما يقولون إنزين عندك أنت مثل ما يقولون إنزين بزنس صحيح إنزين، فليش أنت اتخذت هذه الخطوة البزنس؟ ليش ما اشتغلت في الجهات الحكومية؟ والله الأمانة أنا بدايتي كانت أساساً في وظيفة في القطاع الخاص، فاشتغلت اكتسبت منها خبرة تعلمت، بس كان طموحي إنه يوم من الأيام إنه ودي أنا أملك بزنس يخصني. فنميت هذا الرغبة فيني قاعد تكبر يوم عن يوم عن يوم لحد ما وصلت لمرحلة الحمد لله إن عرفت أغلب دوائر التشغيل نفسها حق مثلا أي مشروع إنه محتاج نظرة مالية ومحتاج نظرة تشغيلية ونظرة تسويقية، وبالنهاية هو هذا كله يصب بعدين عندنا التوفيج. وهل هذا الشيء يعني مرغوب في المجتمع أو غير مرغوب؟ لأن كل سوق عن سوق يفرق للأمانة. فعندي هواية للأمانة أنا وزوجتي، احنا نحب الرياضة. فتمينا ندرس النوادي الصحية لفترة أكثر من سنتين للأمانة. من خلال هذه الفترة أن دائما كل ما نروح مكان يكون حلو، بس نقول حسافة ما في شيء الفلاني، ما في شيء الفلاني بالضبط، إيه؟ أو حسافة الخدمة هذه مو موجودة هني، حسافة شيء هذا. فيمعنا هذه الشغلات كلها، فقلنا ليش ما نفتح نادي ونوفر هذه الأشياء بالكامل. وفعلا يعني فتحنا هذا النادي، وفرنا فيه خدمات اللي هي ما بعد البيع. على سبيل المثال اليوم احنا لما أحد يدش عندنا أحد المشتركات وهو نادي نسائي، اللي دش عندنا في نادي إيفولف، أول شيء ما تحاتي إنه حاطة فلوس في جيبها. كل شيء متوفر داخل النادي مجاني، من ماي من قهوة من شاي من سناكس تكون موجودة. فهذا الشيء خلى فيه راحة، الواحد يدش المكان وهو مرتاح، ما يحاتي اليوم أنا والله جايب معي شوية خردة حق شيء ولا هذا. هذه كلها احنا حاسبينها من حسبة اشتراكاتنا. بعدين حبينا طبعا مثل ما انت عارف اكيد داشين نوادي وايد، صحيح، فانت تدش ما شاء الله يعني تسلم على اشخاص هني واشخاص هناك، صحيح، على فلان وهذا، فجاه ما تمرنت برت ما سبت من تمرينك. فخلينا النادي يكون فيه خصوصيه، فسوينا على شكل نوادي صغيره داخل النادي. فاليوم انت حسب شنو تمرينك تروح تاخذ المكان اللي هو خاص فيك، مثلا انت والمدرب وتقعدون، طبعا هو نادي نسائي فمو انت والمدرب، هي والمدربه هي والمدربه. فهذه صارت واحده من الشغلات اللي خلت انه في مثل ما تقول انه في فائده من التمرين، فائده صارت اكثر. بعدها قبل اساسا التمرين نفسه قبل ما ينحط الجدول، في شغله نعملها اللي هي مثل ما تقول مقابله مع الشخص نفسه. هذه المقابله مو الهدف منها انه والله نتعرف عليهم، بس هو اكثر منه هو التعرف على حالتهم، شنو مكونات الجسم، شنو العادات الاجتماعيه، هل مثلا العادات الغذائيه مناسبه غير مناسبه، ونتعرف اهم شيء على مكونات الجسم وشنو الشغلات الرياضيه اللي ممكن تعدل، او الشغلات الغذائيه من برامج اللي هي ممكن هم تتعدل ويطلع معنا برنامج كامل. فما عندنا ثنتين لهم نفس الجدول، كل واحدة لها جدول يخصها 100%. جميل. فيعطي هذا الشيء نتائج أسرع، ويعطي هذا الشيء مثل ما تقول غير نتائج أسرع، يعطي استمرارية للواحد لما يشوف النتيجة يكون بيحاول يبي يكمل. صحيح. وفي ناس تقول لك والله أنا أبي شيء الفلاني، شيء الفلاني احنا ننصحهم إن احنا نقدر نسويه ما عندنا أي مشكلة، بس ننصحهم إن الجدول هو اللي يوصلكم لنتيجة بشكل أسرع. فهذا واحد من الأسباب إن ليش احنا اليوم 80% من المشتركات عندنا معانا من 6 سنوات تقريبا من فتحنا هذا المشروع. فالحمد لله إن يعني إن هذه شغلة نمت الثقة بيننا وبين العملاء، وبالعكس إن صار في مثل ما تقول تجاوب، خاصة إن احنا اليوم موجودين في مكان يعتبر مكان أعمال في الكويت. فوفرنا لهم على سبيل المثال خدمة مسبقة، الواحد أو المتدربة ما تحتاج ترجع البيت وتي مرة ثانية للنادي. فتخلص من دوامها حياك الله تجين النادي، هدومك رياضية ناطرتك في النادي. فشلنا بارت العنوة، فماكو عذر الحين. جميل جميل
جميل. اليوم احنا مثل ما نشوف عندنا درع. صحيح. ابيك اليوم تكلمنا عن هذا الدرع. درع خلينا نشوفه مع بعض. هذا الدرع اليوم عن شنو بالضبط؟ اي هذا الدرع الامانه يانا مفاجاه للامانه. هذا مو اول واحد، هذا واحد من مجموعة يعني على سنتين اللي فاتوا، والحين إن شاء الله بعد في السنة الثالثة جاتنا إنه صار في شركة اللي أو هي منظمة Global Health and Pharma. هي منظمة بريطانية معنية في أشياء وايد، من ضمنها عندهم جائزة اسمها Nutrition and Fitness Award. فكانوا متابعيننا فترة من الزمن وشافوا مدى أدائنا وشنو طبيعة عملنا، ودزوا لنا الأمانة إيميل قالوا إحنا حابين أن نرشحكم للسحب هذا على الجائزة هذه. فاستأنسنا والله الأمانة. كتبوا هم تقريرهم عنا، عملوا اتصالاتهم، قابلونا أكثر من مرة، وبعد هذا صار التصويت والحمد لله فزنا في 2020، وهذا في 2021 فزنا فيها مرة ثانية. يعني حلو أن اليوم إحنا لما عملنا شيء خارج عن المألوف بيّن حتى في برا دولتنا، يعني بين انه صار له صدى في العالم. يعني انا هذا شيء وايد مستانس عليه. يعني الامانه ان يعني الجهد وتعبنا يعني ما راح على قولتهم عبث، إن بالعكس انه حتى دقوا علينا وايد شركات عالميه يسالوننا عن طريقه نظام تشغيلنا للنادي. يعني حابين هم هم يطبقون شيء مماثل. فشيء وايد استانست يعني منه، لان اشوف التعب اللي اشتغلنا عليه وجميع هذه الايام والسنين اللي مرت انه يتب نتيجه وايد حلوه، ان انت تكون معترف فيك كاحد افضل الانديه على مستوى العالم. واحنا مستوى العالم وانتم اليوم بالكويت يعني. صحيح. ما شاء الله عليكم في فحلو ان احنا كمشروع كويتي حطينا بصمتنا على مستوى العالم، الحمد لله. يعني شيء بصراحه افتخر فيه. صحيح. جميل جميل. مثل ما شفنا عندنا اليوم يعني مثل ما نشوف هذا بزنس الموجود، ولكن احنا صار لنا سنتين في جائحة كورونا. شنو الصعوبات اللي انتوا واجهتكم اليوم؟ والله صعوبات الكورونا وايد وايد. اي والله. فعلى سبيل المثال اليوم كانت الشغلات يعني اللي حصلت معنا في الكورونا ان ما كنا عارفين وين نهايتها. هذا كان اول شيء يعني اثر على الاعمال بشكل عام، طبعا مو بس النوادي الصالونات القهاوي وايد اعمال يعني تم تسكيرها بدون ما انه يكون والله انتم راح تسكرون خلال هذه الفتره او فتره معدله بهالكثر. هذه الفتره طبعا يصاحبها وايد مصاريف. على سبيل المثال منها انت عندك مكان اجار، عندك موظفين انت مسؤول عنهم، فاكيد اليوم انت لما تسكر انت ملتزم في صحيح مصاريف، عندك مصاريف عموميه انت ملتزم فيها. فهذا اكثر شيء هو اثر على النوادي، لان مساحه النوادي كبيره. مو مثلا مساحه النادي ما تيك صغيره مثل محلات خلينا نقول اللي موجوده مثلا صحيح. في 50 او 20 او 40 متر او حتى 100 متر تعتبر يعني مساحات اجاريه تعتبر صغيره الى نوع ما. فتختلف معاها مدى التزامك المالي، فصار في نزيف، وهذا النزيف ادى ان وايد من المشاريع كانت ماخذة تسهيلات سواء مشروعات صغيرة أو سواء من البنك الصناعي، فصار دين على دين مركب. فحتى مع الحزم الاقتصادية اللي انتشرت ومع البنوك، بس ما قد هذيل الدينين راح يلتقون في شهر من الأشهر. فحتى لو كان البزنس ممكن يكون هذا البزنس أو المشروع جدا ناجح، بس لأنه بسبب ضغوطات المادية اللي صارت عليه صار المشروع خسران، وأدى يعني وايد من يعني انا جدا يعني خلينا نقول حزين اني انا اشوف وايد من النوادي الزينه والمشاريع سكرت. صحيح. واحنا ترى النوادي نشغل بعض اليوم، يعني انا اليوم مثلا لما افتح نادي مو بالضروره اكون بروحي في المكان. اليوم انا افتح يمي ياغي نادي ثاني ونادي ثالث، نشغل بعض. اليوم انت كعميل بتروح اليوم هني بتغير جو، بتي عندي بتغير هذا، بتروح مكان ثاني، فاحنا مشغلين بعض. صحيح. فوايد شيء يعني اثر على مو بس النوادي، اثر على وايد اعمال. بس الحمد لله ان في وايد نفس الشيء من اصحاب العقار يعني حطوا ايدهم بيدنا وما قصروا.
وبالعكس يعني تفهمهم حق الظروف اللي احنا فيها. وايد منهم يعني شال من اكثر من نص القيمه الايجاريه وناس سرقتها بالكامل، فاحنا بالعكس نشكرهم على تعاونهم. فهذا اندلدل على تعاون القطاعات التجاريه في القطاع الخاص التجاريه، فالحمد لله ان يعني قدرنا نطلع من هذا المأزق اللي طاحت فيه اغلب البزنسز. صحيح، والحمد لله ان شاء الله نقول عدت على خير، بس للحين ما ندري. للحين ما ندري، واليوم احنا قاعدين نشوف عندنا للحين زين بالاصابات موجوده 4000 و5000، ويمكن مستقبلا راح نشوف ثاني مره النوادي راح تسكر يمكن. والله هو احتمال، هذا في احتماليه للامانه. الاجراءات اللي انت راح تسوونها بالضبط اليوم هي مو بس هني طالعها، اليوم هي نسبه وتناسب. اللي ادى الى الاغلاقات الاولى كانت ارتفاع معدل دخول المستشفيات والعنايه المركزه. نسبه وتناسب لما نطالعها اليوم عن الفتره الاولى من الكورونا نقدر نقول انها يعني بدت تقل من يعني من ناحيه شده اصابتها ومشده السيمتومز. انا ماني دكتور بس هذا اللي قاعد نشوفه بشكل صحيح يومي. صحيح، من الاعلانات وزاره الصحه يعني ما يقصرون الامانه، مجهودهم وايد كبير. فهذا الشيء اليوم قاعد يطلعونه هم بعد دول ثانيه، انه من بانديميك قاعد يحولونه الى شيء اسمه اندميك. الاندميك انه معناته انه شيء راح نتعايش معاه حاله حال الانفلونزا. يمكن هذا اللي الحين قاعد يصير، انه قلت الاعداد لدخول المستشفيات، احتمال كبير منها يكون التطعيم اللي احنا اخذناه. فهذه يعني واحده من الشغلات اللي ممكن انها ما تسكر النوادي، بس اليوم خلينا نفترض ان قالوا يا جماعه بتسكرون، احنا تعلمنا درس من المره اللي فاتت وكل واحد اخذ احتياطاته، خاصه انه في المره اللي فاتت جت في شهر ثلاثه. فشهر ثلاثه يعني كان بدايه نهايه سنه ماليه وبدايه سنه ماليه جديده. اغلب الشركات وزعت ارباحها، فما كان في سيوله في اغلب الشركات اللي ادت الى انها تسكر. اليوم كل واحد حاط ايده على قلبه يقول لا خل الكاش موجود في الشركه، الارباح موجوده في الشركه، صار ما صار، احنا عندنا شيء نصرف منه على مشروعنا الى حد ما نقدر نحمي نفسنا. فهني يصير هم في تفهم من القطاعات الثانيه. فالقطاعات الثانيه مرت ويانا في نفس الشيء، يعني في وايد يت مهاجمه على اصحاب العقار، بس انا ما الومهم. اليوم هو شخص ماخذ عليه مديونيات عشان يبني هذه البنايات الحلوه، عليه راهن احتمال عقار او اثنين او ثلاثه، عنده تسهيلات بنكيه، فمو معقوله انه هو بيتحمل الخساره في الكامل. صحيح. وشنو يقابلها من تسهيلات حكوميه؟ هل التسهيلات الحكوميه طبعا مو شرط تكون ماده، ممكن تكون دعم بالكهرباء، دعم في الماء، دعم في الانترنت، دعم في تسهيل اجراءات التوظيف، تسهيل اجراءات الفيزا، لها حلول يعني وايد، ما هي شويه. وايد موجوده. بالضبط. وطبعا يعني ممكن يكون في سماح الى السماح في استخدام الحدائق العامة مع توفير التباعد. يعني ممكن احنا بدال لا يكون في منطقة مسكرة، ممكن يكون الحل انه يا جماعة سكروا نواديكم، بس تقدرون تسوون رياضتكم في نواد الأماكن المفتوحة. صحيح. يخصصوا لنا حدائق معينة، يخصصوا لنا أماكن معينة. فيعني في أكثر من شغلة اللي ممكن نتناقش فيها إن شاء الله في حال أن حدث في إغلاق جديد. صحيح. يعني مثل ما نشوف ان شاء الله، يعني مثل ما نشوف ما راح يكون في اغلاقات. والله اتمنى اتمنى. اي والله جميل. اليوم احنا قاعدين نشوف الشباب الكويتي قاعد يروح حق الاعمال الحره بدال ما انه يعني هو يروح حق الجهات الحكوميه. ولكن احنا لما قاعدين نشوف الشاب الكويتي في اول سنوات قاعد نشوفه قاعد يخسر من المشروع، ليش؟ والله اسبابه وايد. اسبابه وايد. اليوم الحمد لله يعني انا عن نفسي ان خذيت فتره طويله قبل ما اني اروح افتح شركه خاصه او اني ادش في نطاق الباب الخامس. اكتسبت الخبره الماليه، الخبره التشغيليه، الخبره التسويقيه، فشفتها يعني عن كثب، يعني شفتها يعني بشكل مباشر مع الموظفين المختصين، مع الادارات المختصه. فاليوم لما يجي الشاب الكويتي، الحكومه بصراحه ما قصرت، يعني حطت لنا صناديق كبيره بارقام وايد يعني مرتفعه، وبدعم يصل الى نصف مليون دينار كويتي.
رقم كبير يعني ما هو سهل. صحيح. فيون يروح يقدم، هم يشوفون يعني عادة أن يبون منهم دراسة جدوى. دراسة الجدوى هي مو كل شيء، الاعتماد على دراسة الجدوى بس هذا خطأ، مو يعني مو ما هو بسيط. أنت اليوم عندك غير دراسة الجدوى عندك دراسة تشغيلية، عندك دراسة تشغيلية. شنو يعني دراسة؟ على سبيل المثال اليوم أنا عملت دراسة جدوى، أبي أستثمر مبلغ وقدره هالكثر، أبي من هذا المبلغ أطلع ربح نسبة مئوية هالكثر، بس مقابل هذا الشيء في مصاريف تنحط على الورق، مثلا لازم الإيجار ما يتعدى هالكثر، الموظفين ما يتعدون هالكثر، قيمة السلعة ما تعدي هالكثر، قيمة البيع ما تعدي هالكثر، ففي أرقام تنحط على هذا. هذه طبعا كلها أرقام على ورق. صحيح. هي الحين طالحة كتشغيليا، هل المساحة التأجيرية إيه هي مساحة صحيحة اللي ممكن تثمر لك على هذا المدخول اللي انت حاطه في الدراسة؟ هل عدد الموظفين كافي؟ هل الأدوات اللي انت تبي تشتريها كافية للإنتاج اللي انت تبي تعمله؟ احتمال تكون أكثر، احتمال تكون أقل. صحيح. فغياب الخبرة التشغيلية هم يأثر، هل هذه السلعة اللي انت اليوم حطيتها هل فعلا سوق يبيها؟ لأنه مو بالضرورة اليوم أنا أحب شيء أنه يكون هذا الشيء فعلاً كل الناس تحبه. صحيح. هذا بالنهاية ذوق شخصي. فقبل هذا إحنا اليوم قبل لا أنه المفروض يكون في أي شغلة المفروض يكون في دراسة للسوق نفسه. طبعاً من الناس في ناس مختصة. اليوم أنا لو بعمل دراسة بنفسي بلقى فيها أخطاء لي قبل ما أخلص. صح. ففي ناس مختصة تعمل لك هذه الدراسات بأرقامها، ولو يقولوا لك إذا هذه الشغلة مطلوبة ولا غير مطلوبة. طبعاً إحنا شنو يخافون؟ يخاف إنه تنباق الفكرة. صح. فمو بالضرورة تقول له الفكرة، يقول له شيء مقارب لها، اسأل دور مدارها. فلما تسأل دور مدار الفكرة هذه يبين لك مدى رغبة الناس. دراسة السوق ممكن تعطيك أن اليوم في خدمات ناقصة، ممكن في سلع ناقصة اللي ممكن المستهلك يحتاجها، أو ممكن زبونك الخدمة اللي تبي تقدمها فعلا محتاجها. طبعا اليوم لما يقول أنا محتاجها، احنا في شرائح لكل فئة تسويقية، في عندك تبتدي من خلينا نقول نجمة تنتهي بخمس نجوم. صح. مو بالضروري ان انت تكون خمس نجوم علشان ان انت تكون مشروع ناجح، ممكن انت تكون نجمة واحدة بس انت افضل نجمة واحدة، افضل واحد يقدم هذه الخدمة. يعني لا نروح بعيد نقول لك، يعني ابي اذكر مثال بسيط، يعني خلينا نقول مطاعم الفلافل 100 فلس دعمة الحكومة، هذا السعر مدعوم من الحكومة، بس تفرق تروح مطعم لمطعم تقول والله هذا احسن منه مع اثنين بنفس السعر. صح. فهذا نجمة واحدة بس انت تفضلت واحد عن واحد. فهذه الحين الشغلة الأولى، عرفت أنت اليوم أن هذا الشيء اللي أنت محتاجه، أو أن هذا أو هذه الخدمة اللي محتاجينها خلينا نقول الفئة اللي أنت بتقدم لهم خدماتك. تقوم بعدها تدرس شلون تشتغل هذه الخدمة، شلون طريقة تشغيلها، هل تشغيلها محتاج خلينا نقول مساحة تأجيرية، هل ممكن تكون خدمات إلكترونية، هل ممكن تكون خدمات استشارية، هل ممكن يعني وايد في أشياء ممكن تناقش فيها. تي بعدين عقب ما تخلص شنو احتياجاتك التشغيلية تنحط دراسة الجدوى. نحن قاعد نعملها بالعكس، نبتدي بدراسة الجدوى وننتهي دراسة الجدوى أول وبعدين بالضبط، وبعدين نرجع حتى بعضهم ما يرجع من دراسة الجدوى أكمل سيدة على طول. الدولة ما قصرت، عطتهم يعني التمويل، بس كان التمويل يعني معدل الخطر من هذا التمويل إنه ما يرجع، معدل صار مرتفع، وفعلا يعني في وايد مشاريع تعثرت. مقارنة لما يتم تهيئة المبادر، لما يتم تهيئته صار معدل الخطر أقل. بالنهاية الواحد ممكن يعمل كل هذا وما يجني، وواحد ما يعمل ولا شيء من هذا والله يوفقه. فالتوفيق بالنهاية هو توفيق من الله، يعني الواحد عليه أنه يبذل الأسباب بحيث أن الشيء يكون مقنع له ولغيره. صحيح. فهذا الشيء ممكن يؤدي إلى تقليل الخطورة. فهني صار التوجه ان كل من يبي يروح يشوف طموحه. صح. يشوفه هو وين مكانه. فالتوجه للقطاع اللي او الباب الخامس له وايد حسنات، يعني منها تقليل التكلفه على الدوله. اليوم لما انا اشيل نفسي انا شلت عبء عن الدوله. صح. ممكن يعني مو بس عبء في محلي، بس في محلات تشغيليه ثانيه. فاقدم خدمات ممكن تستفيد منها حتى الدوله. فهذه أعباء إحنا قادرين نساهم فيها. فالقطاع الخاص دائماً إيده بيد القطاع الحكومي، إن نحاول نشوف شنو احتياجات القطاع الحكومي وشنو احتياجات الزبون، ونحاول إن نكون في ما بينهم، إن إحنا نقدم خدمات إن ممكن يستفيدون منها، وممكن نقدم سلع إن الاثنين يستفيدون منها،
وهذا ليش انه حطوه في لجنه مناقصات مركزيه؟ صح. انه تساعد في القطاع الخاص، مع ان الدوله ترى عندها القدره انها تعمل كل هالمناقصات بروحها، بس هذا تشجيع من الدوله وخاصه انه فتحوا جزء منها للباب الخامس. صحيح صحيح. جميل، راح اروح وياك حق موضوع ثاني واللي هو قاعد نشوفها المشاريع الشبابيه، قاعد نشوفها يعني مثل ما قاعد نشوف انزين مثل صحيح كوبي بيست. اي للاسف. صحيح صحيح كلامك. قهاوي 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 يعني قاعدين نشوف المشاريع يعني كلها نفس الشيء. ليش؟ هي الابداع وينه؟ هو باب الابداع هو اساس النجاح للامانه. اليوم في مثل يمكن هو ما ينطبق 100% بس انه وايد مقارب. اليوم احنا دائما نقول الحاجه هي ام الاختراع. اليوم انت في حاجه تبي تسكرها، فبناء عليها تتم تخترع او تبتكر شيء انه يرقب الناس في سلعتك او في خدمتك اللي انت بتقدمها. فاليوم التكرار صار عندنا، صار يكدس الاعمال. اليوم القهوه يعني طبعا لها وايد جريدز ولها وايد مستويات، بس الكونسيومر العادي ما راح يفرق. صح. فاليوم انا ليش اروح اشتري مثلا قهوه بمبلغ هالكثر ولا اشتريها بمبلغ اقل من تشين هم معروف؟ انا بالنهايه بالنسبه لي بستانس بالقهوه وانا يعني قاعد اتمشى او شيء، يعني انا مثلا عن نفسي. فاليوم صار التنافس انا قاعد اشوفه هو صار على الباكجينج اكثر من المحتوى. الباكجينج يعني صار ملفت للنظر، صار عندنا ابداع في الجرافيك ديزاين، في يعني حتى لو تشوف طريقه التقديم صارت مبدعه. صحيح. بس المنتج هو واحد. المنتج هو واحد بالضبط. صحيح. يعني خاصة الحين البرجر هو واحد، الربيان هو واحد، والبطاطا هو واحد. اي والله صدق. فهذول ما تغيروا يعني للامانه، يعني وين ما تروح تاخذهم. وسبحان الله انه يعني خاصه مع الاجراءات اللي تمت الحين انه وقفت البي اس، فصاروا الموظفين نفسهم. صحيح. طلع من هنا راح المكان الثاني، فانت قاعد تاخذ يعني شيء مقارب. صحيح. وتشوف اسعار مختلفه، اسعار شيء زايد، شيء ناقص. فهذا الشيء هم ادى الى ان اليوم نقطه يعني مهمه، ان قمنا نشوف اسعار مبالغه. ولما انت قاعد تقول ان قاعد نشوف اسعار مبالغه، اليوم احنا قاعد نشوف يعني المشاريع الشبابيه الاسعار مالها فعليا مبالغ فيها. قاعد نشوف احنا اليوم الوجبه الواحده تنباع ممكن ب 11 دينار. صحيح. انزين يعني الأشياء الثانية ممكن يعني في قاعدين نشوف أسعار عالية. ليش؟ فعلاً. ليش صار أسعار عالية؟ هو واحد من الأسباب اللي هو الربح السريع. الربح السريع. فاليوم هذه استراتيجية اللي مثل نقول هيت أند رن. اليوم أنا أبي استثمرت مبلغ أبي أرده بسرعة. طبعاً مو بس على المطاعم أو البزنسز، يعني ما أبي أخصص المطاعم. صحيح. بس أغلب البزنسز اطالعها بهالطريقة. وحتى يعني في بعض المساحات الإيجارية تكون جدا هم مرتفعة في نفس الشيء. فاليوم لما نطالعها الأول شيء لازم نعرف منه الزبون مالي. هل أنا سلعتي مرقوبة عند هذا الزبون؟ هل هذه أو هذا المبلغ اللي أنا بدفعه مقابل هذه السلعة، هل هذا مبلغ أنا ممكن أدفعه كل يوم، كل يومين، كل شهر؟ انت ايش كثر تبيني اقيل لك؟ لان المبلغ يلعب دور. صح. اليوم لما انت سعرك خلينا نفترض دينار او دينارين، انا استعد اقيل لك كل يوم. بس لما يكون مثل ما تفضلت السعر 11 و12 دينار، لا بحسب حسابي انا والله اي والله اليوم اكلهم حلو، بس والله بي بعد ثلاث اربع ايام، بعد اسبوع. صح. فيصير فيها يعني نظره مختلفه. اليوم يعني بفترض اللحم له جريدات وايد. مو الكل مثلا يعرف الفرق ما بين اللحم اللي قيمته الكيلوه ب 60 دينار او الكيلوه ب 3 دنانير. فمو بالضروره الكل انه يعرف. فالاهم ان انت تعرف منو سوقك. هل بتقدم الرقم الغالي هذا للكل ولا عندك شريحه انت مستهدفها؟ استهداف الشريحه مهم، ولازم الواحد لما يحط التسعيره يحسب حساب انه ما راح ترد فلوسك اليوم. استثمارك يعني ممكن سنتين ثلاث يوصل الى خمس سنوات، بحيث ان انت هذه المبالغ البسيطه اللي قاعد تدخلها هي تعطيك استدامه. لان لما يكون زبونك قادر يجي لك بشكل روتيني، انت هني هذا النجاح بحد عينه يعني. صحيح.
جميل جميل. اليوم احنا قاعدين يعني اليوم احنا قاعدين نشوف يعني بالكويت احنا عندنا الانزين شاب الكويتي قاعد يروح للخارج، ما قاعد نشوفه بالكويت للبزنس ماله. ليش اليوم الشاب الكويتي قاعد يروح للخارج؟ والله هذا سؤال وايد جميل للامانه، سؤال وايد حلو. عندنا احنا للامانه الاجراءات الحكوميه اليوم، اجراءاتنا الحكوميه ما ابي اقول انها يعني صعبه بس معقده. اي يعني اليوم انت تروح خلينا نقول مش تبي تفتح رخصه تجاريه، تلقى شيء محل شيء او شيء كان موجود وانشال وانت باني عليه فكره كامله، وبعدين تروح تخلص من هالجهه تروح جهه ثانيه وماكو مثل ما تقول دليل يعلمك انه والله نوع الرخصه الفلانيه لازم تسوي كذي كذي كذي. لا ما بالضبط، يعني هذا حالاته انه يكون موجود من قبل ما انك تسوي مشروعك. صح، انت تدري ان اجراءاتك راح تكون 1 2 3، فبالتالي شنو ادى؟ ادى ان الواحد ممكن يوقف طموحه بنص الدرب، يقول ليش انا قاعد الف كل هاللفه وقاعد اسوي كل هذا وانا ضايع، وفلان يقول لي روح هني وهناك، وفعلا فلان قاعد يقول لك كلام صح، بس ان غياب يعني شنو الاجراءات بالضبط، ان شنو المطلوب اللي لازم ينعمل، ادى الى مثل ما تقول واحد رايح حار ويبرد. صح، نص الدرب. فبالمقابل نطالعها في اقليمنا يعني في الخليج، يعني وايد اجراءات جدا اسهل، ممكن تفتح رخصه تجاريه بساعات، يعني حتى ما تحتاج انك تاخذ الايام والاسابيع والمواعيد، كل شيء اونلاين. ما هو محتاج انه حتى يمكن يشوفك، التوقيع صار الكتروني. صحيح، فوايد اجراءات صارت اسهل. صاحبها الامانه يعني انت اكيد لما تفتح رخصه لازم تفتح لها حساب بنكي. صحيح، فبنكك لما تفتح فيه رخصه خارجيه تفتح البنك في ديرتك اللي انت فتحت فيها. فاللي قاعد يحصل انه احنا قاعد يصير رؤوس الاموال قاعد تطلع من الكويت وتروح تصب في بنوك خارج، يعني خارج الكويت. فانت اليوم لما تكون يعني معنها الفلوس، يعني اصحاب الفلوس المستفيد من الفلوس تقام بالكويت كلهم. صحيح صحيح، بس المستفيد منها البنوك الخارجيه، استفادت من هذه الاموال اكثر من استفاده البنوك المحليه، لان انت اليوم في بانكينج فاسيلتيز تاخذهم، تسهيلات بنكيه، وايد اجراءات تستفيد منها مقابل رصيدك البنكي او تعاملاتك البنكيه بغض النظر عن حجمها. يعني ممكن يكون حجمها كبير بس ربحك صغير، البنك ما يهمه. صح، فاليوم اللي المهم انه ان هذه الفلوس موجوده في المحل الفلاني. احنا هذه شغلات قاعد تطلع من عندنا قاعد تروح برا، فهذه واحده من الشغلات اللي من اثار ان في وايد شباب طلعوا من مشاريعهم من الكويت طلعوا الى خارج الكويت. صحيح، في رخص يعني مثلا بذكرها، خلينا نقول تجاره عامه ومقاولات. هذه الحمد لله تم الفصل. المقاولات لها اداه رقابيه مختلفه عن اداه رقابيه التجاره العامه، فصار في تركيز عليهم. خلني مثلا حق التجاره العامه، التجاره العامه اليوم وقفت اليوم ما هي موجوده. موجود تاخذ رخصه التجاره العامه وتاخذ نشاط تحدد نوعه. اليوم بفترض انا كشركه عندي وايد من النشاطات، فتخيل مدى ايش كثر اجراءات حكوميه راح تنعمل اضافه بس هذه النشاطات، مع ان الترخيص لو يكون تجاره عامه وتحدد بعدين نشاطاتك بروحه واحده تخلصها. صحيح، بس الحين لا، لازم تسويهم كلهم واحدة واحدة. لازم واحدة واحدة. بالضبط. جميل جميل. اليوم في يعني الناس يقولون إنه اللي اليوم هو عنده إنزين، يعني مثل ما نشوف المشروع الكويتي ما يكون عنده الموظفين الكويتيين، فمعناته اليوم إحنا لمن قاعدين نشوف الكويتي ما يوظف الكويتيين، هل هذا الموضوع صحيح ولا لا؟ لا، نهائيا مو صحيح. نهائيا نهائيا، احنا بالعكس، احنا في القطاع الخاص نفضل نوظف الكويتيين. اليوم لو بيقولون فرق راتب ولا فرق ما ادري الكلام هذا اللي يتكلمون عنه، هذا كلام ما هو صحيح. اليوم الدولة وفرت دعم للموظفين في القطاع الخاص اللي هو دعم العمالة، سواء لصاحب العمل او للموظف نفسه، فالرواتب نحل موضوعها. اليوم هو القطاع الخاص يبي انتاجيه، يبي شخص يعني ممكن ان الشخص يعتمد عليه. وفعلا انا شفت وايد نماين شباب كويتيين يشتغلون في القطاع الخاص ما شاء الله عليهم، يعني وصلوا الى اعلى المراتب وباكبر الشركات، وحتى في شركات صغيره انضمت الى بعض
وما شاء الله يعني الموظفين نفسهم هم اللي شالوها. اليوم مثلا كي صاحب مشروع وده يشوف شركته ل 100 سنه و200 سنه قدام. صحيح. بس هذا شيء هو مستحيل هو يسويه بنفسه. عكس لما اليوم انا يكون في طاقات وطنيه مهيئه وعندها الكفاءه انها هي تمسك هذه المشاريع. بالعكس هني انت تشوف المشروع هذا يوصل مو بس في الكويت، تشوفها في العالم كله. صح. خاصه ان احنا اليوم الحمد لله كشعب شعب مثقف، شعب متعلم، وشباب الكويتيين يعني الامانه نشيطين. خاصه الحين ان شاء الله الجيل اللي جاي قاعد اشوفه ما شاء الله حج. فاليوم اللي هو المطلوب بالضبط. فاليوم المطلوب من الشباب الكويتيين بالعكس، يعني اليوم انتم لازم تيون القطاع الخاص. القطاع الخاص يعني اداه الاداء انه شلون يلقاكم صعبه عليه. يعني شوي يعني طويله، دائرتها طويله. بس لما هم يقدمون بشكل مباشر راح يلقون ردود ايجابيه على طول. بالضبط. راح يلقون يعني يشوف شركه يحبها بالعكس يتواصل معاها، يبعث السي في، يبعث السيرة الذاتيه، راح يشوف يتواصلون معاه بسرعه. ما راح يطولون. وبالعكس يعني كلنا يعني ودنا ان احنا تكون الطاقات اللي تشتغل اللي هي طاقات كويتيه، بحيث ان احنا ممكن ان في يوم من الايام حتى ما نكبر واحنا مرتاحين. صحيح. ما اخاف ان اليوم انا الموظف بنهايته يعني كل واحد جاي يشوف رزقته، ما رد بيرد ديرته. صحيح. بس بالعكس الكويتي مني وفيني موجود هني. صحيح موجود. فيعني اذا حطينا ايدنا بيد بعض بالعكس يعني هني صار عمر الشركه الافتراضي اكبر من ما ان انا اعتمد على خل اقول يعني غير الكويتيين بشكل عام. جميل جميل. راح اروح وياك حق موضوع ثاني، واليوم احنا بالكويت عندنا مثل ما يقولون انزين خطة مستقبلية، واللي يعني هي 2035. قاعد تضحك. أنا والله ما شفتها، ودي أشوفها. يعني مثل ما نشوف موجودة ولا ما هي موجودة؟ أنا أتمنى أنها موجودة، لأن أنا شفت مقابل يعني شيء مقابل لها. صحيح. في دول الخليج والدول المجاورة. لأن هذا الشيء خدمنا في القطاع الخاص. صحيح. نعرف شنو التوجه الدولة نفسها، شنو الخدمات اللي ممكن تستحدث، أو شنو الأماكن اللي ممكن إحنا نستهدفها، أو طبيعة النشاط اللي راح يستحدث. على سبيل المثال شفت شيء في دراسة من الدول الخليجية شدتني الأمانة، يعني شيء أول مرة أشوفه اسمه تعدين الفضاء. استغربت والله لما شفته، بس إنه قعدت أقرأ عنه. ففي معادن موجودة حولنا حوالينا، يعني مثلا بالفضاء. يعني احنا لما قاعدين نشوف احنا عندنا في الدول المجاوره راحوا الفضاء، واحنا للحين في المعاملات قاعد نستخدم الورق. صادقي والله. فللامانه يعني هذا شيء وايد شدني، انه صار في هندسه، جزء من الهندسه يعني في هندسه الفضاء نفسها وفي تعدين الفضاء. فشلون طريقه التعرف على الماده اللي يبونها او المعدن اللي يبونه او الشيء اللي مستهدف. يا مقابلها هم الاي اي اللي هو الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي يعني بصراحه يعني قاعد اشوفه في الدول المتقدمه. طبعا قاعد لما اقول متقدمه مو قاعد اقول متقدمه انه بشكل مادي او هذا، الحمد لله احنا في الكويت عندنا. صحيح. الماده موجوده الحمد. صحيح. لله عندنا الماده وعندنا الوفره الماليه، بس عندهم التقدم هو التكنولوجي. فصار اليوم التقدم التكنولوجي هذا والاي اي راح يساعد الناس بشكل مختلف. على سبيل المثال اليوم في وظائف يعني هي محطوطة مثلا عليها يعني خلينا نقول في عليها خطورة في المستقبل. يعني لو بتكلم مثلا عن وظائف، مجموعة وظائف إدارية أو بقول محاسبة أو بقول شيء، صار في أنظمة اليوم موجودة تعطيك جميع هذه المعطيات اللي محتاجة، فقط أنك تحط الأرقام الصحيحة. لدرجة ما تبي يقولك ما تبي تحط الأرقام إحنا نحلها لك. تسوي سكان على الورقة والأرقام تترجم. اها. من فواتير صار الموضوع يعني للدرجة هذه. اي يعني فاليوم انا خلينا نقول نشاط صغير. فانا يوم عن نفسي ما قمت احتاج انه يكون عندي محاسب، كثر ما ان اليوم اتعامل مع شركه محاسبيه او اتعامل مع نظام محاسبي كسيستم وحلي هذه المشكله. لما تشوف انت فرقيه التكاليف على نفسك انت، خاصه في المشاريع الصغيره والمتوسطه، خلينا نقول الدينار محسوب عليك. فهذه شغله ممكن تطور بشكل اكبر في حال انه تم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي هل تتوقع اليوم بالكويت ان احنا راح نشوف يعني مثل ما نشوف الموضوع يعني
والله انا اتمنى الذكاء الاصطناعي، اتمنى للامانه، لان في بوادر قاعد نشوفها، في بوادر إيه يعني في بوادر للامانه قاعد نشوفها من شركات كبيره في الكويت ومن جهات حكوميه بعضها تفضل صارت استخدام الانظمه على الموظفين. فصار الموظف اليوم اذا ما قدر يتاقلم مع بيئه جديده احتمال كبير انه يفقد وظيفته. فاليوم هذا الشيء صار مطلب، فشلون التاقلم هذا بيصير في سنه اللي مثل ما قالوا نظره 2035 اللي للحين مو موجوده؟ انا ما شفتها للامانه، يعني اتمنى انه لو انه في اي تصريح يطلع او الدراسه هذه نشوفها ونقراها، لان هذا الشيء مو يخدمنا بس احنا، يعني انا اليوم كصاحب عمل انا ما طالع لي، لا ما انا طالع عيالي وين بيروحون، نطالع الاجيال الجايه. فهل ان اليوم انا اقوم ادخل عيالي او ان اشجعهم ان ينتقون اختصاصات ممكن تموت، ولا خليهم ينتقون اختصاصات ان لها مستقبل واعد؟ فهذا سبب رئيسي اليوم احنا لازم نعرف وين توجه دولة الكويت في المستقبل الجاي. احنا ترى المستقبل هذا مو بعيد، صحيح يعني يعني ما بقى له شيء، صحيح يعني صحيح 13 سنه، صحيح 13 سنه باقيه وللحين ما وانت صاجي والله، يعني خلال 2035 انا عندي بنتي بتصير يعني قريب طالعه من الجامعه او شيء كذي، يعني ما شاء الله الله يحفظها، الله يحفظ عيالك ان شاء الله. فضروري ان احنا كذا يعني كذا ما استطاعت الدوله ان تشاركنا برؤيتها، سهلت علينا قرارات وايد، قرارات استراتيجيه اليوم في انتقاء تخصصات الطلاب نفسهم. اليوم احنا قاعد ندرس وايد اشياء لما يروحون يقدمون على الدوله او يقدمون على الوظائف الحكوميه يكتشفون ان ما لهم محل. فيوظفون موظف في محل ما هو محله من الاساس، ما هو تخصصه. فالتعاون هذا جدا مهم ما بين مو بس القطاع الخاص والقطاع الحكومي، بس حتى القطاع التعليمي. صحيح. شنو ممكن يوفر من مناهج، شنو ممكن يوفر من تدريب، شنو ممكن يوفر من حتى تخصصات علمية سواء في الجامعات والكليات، تسهل علينا أو توفر لنا وتضمن لنا أن في فرص وظيفية بنسب أكبر لمستقبل الطلاب ومستقبل الأجيال الجاية إن شاء الله. صحيح، جميل جميل. راح انتقل وياك حق مثل ما قاعدين نشوف الوضع السياسي، لمن أنت يعني عندك أنت صاحب مشروع ويعني مثل ما نشوف احنا في الجهة الثانية لما احنا قاعدين نشوف الصراعات السياسية، يعني بالضبط شلون تشوف الموضوع هذا؟ والله هي الصراعات السياسية شلون هي راح تأثر؟ والله تأثيرها كبير ما هو صغير، يعني للأمانة اليوم لما تي انت عندك مثل ما قلت لك أول شيء احنا عندنا الإجراءات الحكومية، يعني ما أبي أقول بطيئة ولا أبي أقول يعني فيها تعقيد. فهذه الصراعات قاعد تأخر إجراءات وايد. إحنا اليوم مثلا ننتظر أن يتم تشكيل وزارة علشان نقدر نخلص بعض الإجراءات، ننتظر شغلة، هذا كله قاعد يأكل من وقتنا ويأكل من النتائج إحنا كنا نطمح أن نحققها، وبنفس الوقت مو قاعد يبين بصورة سليمة حتى للمستثمر الأجنبي. اليوم احنا عندنا اجراءات انه المفروض ما تكون موجوده للمستثمر الاجنبي، طبعا مو اي مستثمر اجنبي قاعد اتكلم عنه، اتكلم عن الشركات الضخمه العملاقه. يعني استقطبتهم الكبيره بالضبط، تم استقطابهم الامارات، تم استقطابهم في السعوديه ما شاء الله. واليوم احنا بالكويت ما يعني عندنا بالضبط شركات كبيره، ليش اليوم احنا قاعدين نشوف يعني مثل المستثمر الخارجي ما هو موجود بالكويت؟ مو متشجع حق صحيح، يعني اليوم انا لما اقول لك انت كمستثمر خارجي او مستثمر كبير من الشركات الضخمه اقول لك عشان تدش الكويت لازم عندك شريك بنسبه 51%، صح، او انه ياخذ وكالتك وكاله يعني كوكاله يعاملك او ياخذك كموزع، فيمكن هذا شيء تعارض مع نظرتك انت كشركه عملاقه. صحيح. يعني في شركات عملاقه تقول لك لا انا املك نسبه 100% ولا ما راح ادش عندك اصلا. صحيح. انا مو محتاج اني احط لي وكيل او احط لي موزع او احط لي حتى شريك. ففي شركات المفروض يتم استثنائها. انا ما ابي اذكر اسامي شركات لان مثل ما تقول يعني لو بحصيهم ما راح اخلص، يعني شركات ضخمه وبعوائد بالمليارات يعني. صحيح. فهذه لما يكون لها مكان عندك في الدوله معناته هذا مدخول راح يتم استقطابه. معناته ان هذه فرص وظيفيه جديده في القطاع الخاص للكويتيين نفسهم. فممكن يكون ان في استثناءات تصاحب هذه الاشياء تخلي المستثمر الاجنبي
انه يتوجه الى الاستثمار في دوله الكويت. طبعا راح تكون في منافسه، لان اليوم لما احنا احنا نقدم خدمات مماثله لازم ننافس في السعر، ننافس في الكفاءه، ننافس في التنفيذ، ننافس في اشياء وايد. صحيح. هذا بالنهايه راح يولد خبره للمجال الاقتصادي في الكويت ولاصحاب المشاريع، لان كل غلطه بتعلمها يعني بيطيح فيها بيتعلم منها. صحيح. فهذه الاخطاء بالنهايه هي تشكل الخبره. اليوم ما حد يجيك وهو يعرف كل شيء بشغله، شلون سواه وشلون عمله، الكل بغلط، بيبدي بغلط غلطه يمين وغلطه يسار، بيغلطون. بس حالاتها لما تغلط وتشوف افضل طريقه ممكن تعملها من شركه انت تدري هذه الشركه شنو حجمها وشنو معدل نجاحها. فهني لما تتعلم من اخطائك تتعلم من اخطائك بشكل سليم. يساعدك الى المستقبل ان شلون ممكن تنافس بصوره افضل. صحيح. جميل جميل. راح اروح وياك حق موضوع ثاني، واليوم ليمن انت كشاب كويتي تقعد من اليوم تقعد من النوم وتشوف الاخبار السلبيه عن مثل ما نشوف الاقتصاد الكويتي، زين، من الميزانيه ومن مثل ما نشوف انه ممكن بالسنوات الجاية الحكومة ما راح تقدر إن هي راح توفر الرواتب حق المواطنين. شلون تشوف هذا الموضوع؟ أمانة ما أشوفه دقيق لهذه الغاية للأمانة. يعني اليوم إحنا كدولة الكويت عندنا من أكبر صناديق سيادية في العالم. فهذه شغلة اليوم لما إحنا نتكلم عنها يعني عليها علامة استفهام. بس لما نتكلم اليوم احنا كقطاع خاص مفروض احنا نتعاون مع الدوله، مثل ما تفضلت ان توظيف الكويتيين هذه اعباء تنشال من الدوله. بس مقابل هذه خلينا نقول التعاون المفروض يكون في تساهل في الاجراءات، بدال لا تكون اجراءات طويله ومعقده وروتينيه ممكن تكون اجراءات سهله. صح. فهذا يحفز القطاع الخاص انه يتعامل بتوظيف الكويتيين، تقليل من التكاليف الحكوميه يتصفها الدولة على المواطنين الموظفين في القطاع الحكومي. طبعا مهم جدا اليوم احنا كاقتصاد، اليوم احنا مثل ما ذكرت تكدس الأعمال وتكرارها صار في مثل ما تقول المنافسة صارت يعني كبيرة وايد، والسوق هو نفسه ما تغير. صح. اليوم أنا لما إيك اثنين فاتحين أو ثلاثة وصاروا مكانهم عشرة ويتنافسون على نفس الزباين، فهذا أدى إلى سبب أن وايد من المشاريع اللي سكرت وجماعة المطاعم اللي قاعد نشوفها صارت فاضية. صحيح. مع أنه سابقا وحتى من قبل الكورونا. صحيح. تلاحظت المنافسة قاعد يتنافسون على نفس الشريحة، على نفس الشريحة وعلى نفس بالضبط. فاللي صار أنه مثلا اليوم ودنا احنا نشوف أن الدولة أو المشاريع الصغيرة تحدد نشاطات جديدة. يعني أنا ودي أشوف في صناعة، ودي أشوف في يعني مشاريع صناعية أكثر خاصة للشباب. اليوم مو انه لازم انا اي ارقب في مشروع معين لازم اسويه، ممكن تدربني الدوله اني استثمر في مشروع معين واتعلم عليه ويدربوني عليه ويعطيني الاستثمار اللي يخليني اقدر ابديه. ففي هذه الحاله انا اليوم نوعت مصادر الدخل في الدوله، صار في يعني ما ابي اقول اكتفاء ذاتي بس بقول قللنا من اعتمادنا على الاستيراد في اصناف معينه. يعني مثلا انا وايد استانست من موضوع دعم المزارع اللي حصل مؤخرا. صحيح. فهذا شيء انه ورانا انه في فعلا وقفات جديه من دوله الكويت انها تكفل الاعمال. بس اليوم بدنا ان تكون هذه الاعمال اكثر واكبر. يعني خلينا نقول القطاعات الصناعيه في الكويت انه فعلا يتم الالتفات لها. اليوم بدال لا يجون يفتحون الشباب كافيه ولا يفتح له نادي ولا يفتح له على سبيل المثال مطعم ولا يفتح له محل ملابس، ممكن يكون مشروع اقمشه يصنع اقمشه عندنا، ياخذ مواد اوليه من برا الكويت ويصنعها عندنا. صحيح. ممكن يكون مصنع ورق، طبعا مو طباعه، لا مصنع الورق نفسه. ممكن يكون مصنع جلود، ممكن يكون وايد انواع مصانع احنا عندنا المواد اوليه لها موجوده ممكن تتوفر. فهذه شغلات انه يعني لما توفرها الدوله وتحدد لها اماكن وتحدد لها نظام انشطه، لما تقول مصنع هذا معناته المصنع كبير. صحيح. في موظفين وايد، تشرط الدولة أن عدد موظفين كويتيين بهالكثر مقابل أن تمنحهم استثمار بقيمة هالكثر وبقيمة ويتم سداده على فترة هالكثر. فبهذه الحالة هني ممكن احنا نطلع من مأزقنا الاقتصادي اللي قاعد نتكلم عنه، أن احنا اليوم عندنا الأعمال مثل ما أنت شايف
مكررة، ويعني مستوانا في الخليج يعني للأسف صار تلش يعني. صحيح، يعني مثل ما قاعدين نشوف احنا مستوانا في الخليج وفق المؤشر اللي مثل ما نشوف انزين، احنا في مثل ما نشوف المركز الأخير في للأسف. صحيح للأسف صحيح فعلا. يعني مثل ما نشوف، شلون انت تشوف الموضوع هذا؟ للأمانة هذا شيء يعني المركز الأخير من بعد ما كانت الكويت هي رائدة السباقة وكانت رائدة الأعمال، وهذا شيء ترى ما هو بعيد يعني. إن شاء الله إحنا عندنا القدرة في الكويت إن نوصل لهذه المراحل وأفضل، خاصة إن عندنا شباب كويتيين وايد أثبتوا جدارتهم، مشاريعهم وصلوا للعالمية. يعني وايد عندنا مشاريع قدروا إن يحققون شيء ويستحدثون أشياء جديدة ونجحوا فيها نجاح مبهر. اليوم المطلوب من دولة الكويت إنها تدعم أصحاب الأعمال خاصة الصغيرة والمتوسطة، توفر لهم بيئة عمل مناسبة، توفر لهم تسهيلات، طبعا ما بيقول مادية كثر ما هي تسهيلات معنوية في الإجراءات الحكومية، لا تخليهم يطلعون من يعني اليوم من دولتهم يروحون يشوفون دولة شقيقة يمنى إنه بحيث إنه يفتح فيها ويباشر أعماله. رخص التجارية محدودة، يعني ودنا إنه لو يكون في مثلا رخصة نبي نستحدثها ممكن أن يتم الطلب من وزارة التجارة ومن الجهات المعنية ويتم الاجتماع معاهم وينشرح لهم شنو هذه الرخصة وشنو الهدف منها، وإذا كانت مقبولة انقبلت، إذا ما كانت مو مقبولة ينصحوننا شنو لازم نسوي. ففي هذه الطريقة صار في تشجيع أكثر، مو بالضرورة مثل ما قلت لنا قاعد أقول أنه يكون مادي، بس هو ممكن يكون معنوي بهذه الطريقة أنه تسمح لنا أن إحنا نتناقش في مواضيع الإجراءات أو مواضيع العود مابليس الرخص نفسها. على سبيل المثال اليوم إحنا عندنا مأزق اللي هو الحين كنا طايحين فيه في القطاع الخاص اللي هو العمالة. اليوم العمالة نفسها من سنتين ما إحنا قادرين نجيب أي أحد من برا. اللي أدى هذا الشيء إنه في شباب أو في وايد مبادرين يبون يفتحون، بس يتفاجأ في سعر العمالة اللي قاعد يطلبونه. صحيح. سعر الموظفين يعني وصل إلى الدبل. فاليوم انت عشان هذا واحد من الاسباب ليش قاعد يبيعون بسعر غالي، بس لما احنا اليوم يصير في اجراءات وضوابط يعني خلينا نقول لاستخدام فيز العمل راح تختلف النتيجه، لان صار الالتزام عليهم اقل من ما ان انا ادفع لي مثلا مبلغ وغدره، صار المبلغ جزء من المبلغ اللي كان مفروض او اثنين او ثلاثه في نفس الرقم اللي قاعد نتكلم عنه، وانت تدرمهم بنفسك وتدرب وتعلمهم طريقه عملك، فهذا شيء يؤدي الى هم نزول في الاسعار ووايد اشياء ممكن يصاحبها. وهو اهم شيء احنا اليوم عندنا احنا في جائحه، وهذه الجائحه لازم فعلا ان نلتفت لها بشكل يعني حازم، وفي اجراءات مفروض تنطلب واحنا كقطاع خاص لازم ان نلتزم فيها. يعني لما يجي احد من برا في شنو الاجراءات اللي لازم نتخذها مقابل ان نجيب هذا الموظف؟ طبعا قالوا ان انفتحت بس للحين يعني انا للامانه قاعد احاول، بس ان ماني عارف الدرب يعني انا للحين قاعد احاول بنفسي بس ماني دال الدرب، يعني وين اروح بالضبط ماني عارف، اللي يقول لي استثناء، اللي يقول لي انطر، اللي يقول لي هذا، بس تعال مقارنه في الدول الشقيقه اليمنى دول مجلس التعاون هذه اجراءات ما يعني موجوده وعندهم الضوابط اللي مطلوبه، فادى الى سهوله في الاعمال الحكوميه، وما ادى هذا الى ارتفاع تقييمها الاقتصادي سواء المحلي أو الإقليمي والعالمي. جميل جميل. راح أروح حق موضوع ثاني اليوم، صار لنا سنتين الناس يطالبون به، مثل ما نشوف أن مثل ما نشوف الأشياء اللي هي عليها يعني من مبالغ مالية والقروض، مثل ما نشوف إحنا يعني دائما هم يقولون ان لازم هذا الموضوع ان نخلص منه اللي هو شنو اسقاط القروض. اي ايه ايش رايك بالموضوع هذا؟ والله انا بتكلم يعني بس عن نفسي للامانه. يعني انا ما يعني انتمي حق اي تيار او حق اي جهه كانت، بس انا بتكلم يعني عن نفسي انا. اليوم انا عن نفسي انا ضد اسقاط القروض، ضد اسقاط ضدها القروض. أنا اليوم القرض لما ينوخذ كل واحد له حاجته،
شنو الحاجه اللي هو محتاجها فيها هذا القرض. وهذا القرض يعني الامانه البنوك المحليه هي جدا حريصه ان في ضوابط انت ما تتعداها، 15 ضعف راتب، 40% من الراتب، وفي اجراءات عندهم. صحيح. فاليوم لما انا اقدم ابي اخذ قرض، سواء هو قرض سكني او علاج او بغض النظر شنو هو القرض اللي انا ماخذه، اكيد انا حسبت حسابي حق هذا الشيء، اكيد انا بكون مستعد حق هذا الشيء. فاليوم انا لما اخذ القرض بكون ملتزم مع الجهه اللي انا اخذت منها القرض بسداد هذا المبلغ. اللي والله نقول طاحت هالقروض، بيك اللي ما عليه قرض يقول انا ذنبي، انا اليوم ما اخذت قرض، كان الشخص اللي اخذ قرض تكافئ وانا ما تكافئت، علما ان المتعثرين لهم صناديق موجوده. صحيح. والدوله يعني تكفلت في هذا الشيء وما قصرت، بالعكس. فانا من وجهه نظري ان اسقاط القروض انا ماني معاه، من وجهه نظري الشخصيه. انت معه. بالضبط. جميل. انا تقريبا خلصت وانت عندك الكلمه الاخيره. والله انا جدا سعيد باستضافتكم، وللامانه يعني جدا استمتعت بالحديث هذا، خاصه عن الشباب وشنو اللي قاعد يعانون منه من اجراءات ومن صعوبات ومن تحديات. وبالعكس احنا اليوم كقطاع خاص يعني ايدنا بيد القطاع الحكومي، وعلى راسهم رئيس مجلس الوزراء باللي يختارونه وباللي هم شايفين انه يناسبنا، واحنا بس اللي نطلبه من القطاع الحكومي هو فقط توضيح احنا وين متوجهين، اللي ممكن يخدمنا لمستقبلنا مو بس لنا حتى لعيالنا ان شاء الله. ان شاء الله. وقواكم الله. الله مشكورين على هذه الاستضافه. شكرا لك. وال هنا انا راح انتقل حق زميلي ابو عيسى، تفضل سوشيال واتشر.